المعرض هذا معروضك الخاص باللحف والخزف. طبعا لفتره المعرض هذا ما قامش، اعتقد من حوالي اخر معرض صار ممكن 14 او 15 سنه فاتت. فالمعرض هذا يعتبر نقله نوعيه جديده فيما يخص الفن الخزف والنحت. طبعا الاعداد اللي كان للمعرض هذا من حوالي 3-4 شهور كان في ورش عمل في كليه الفنون، وفي بعض المشاركين طبعا عندها اعمال قديمه فحابه انها تشارك فيها المعرض هذا. وطبعا لقى بالنسبه للحضور ما شاء الله، يعني احنا ما توقعناش بطريقه هذه، معناها ان شيء مفرح. في نفس الوقت هذا اعطانا ان في تعطش للفن وبالذات الفن الخزف والنحت، فبالنسبه لنا كان شيء جميل جدا في حضور الجمهور هذا. والمعرض هذا حيستمر ان شاء الله طيله الاسبوع هذا. احنا قاعدين نقدموا في ماده دسمه جدا واعمال حلوه، واعتقد انكم انتم مريتوا وشفتوا اشياء في المستوى. هذه عباره عن اجتهادات فنانين واجتهادات هواة، فنبغوا نزيد نحاول نشدوا بايديهم للافضل يعني. فيا ريت الجهات المختصه بالذات وزاره الثقافه انها تلتفت التفات بسيط للجهات هذه يعني.